نظم أهالي مدينة الوكلاء في محافظة حضرموت الوقفة الاحتجاجية الخامسة أمام ديوان المحافظة تنديدا بغلاء المعيشة وتدهور العملة المحلية، وطالب الأهالي في الوقفة بفتح مطار الريان ووضع حد لتدهور الخدمات المعيشية إضافة إلى وضع حلول للوضع الاقتصادي في البلاد. هذا وشارك في الوقفة قيادات من مكونات الحراك واتحاد نقابة العمال والأحزاب السياسية ومنظمة المجتمع المدني. تأتي هذه الوقفة الخامسة في الشهر الثاني، الوقفة الحضرمية المطالبة بحقوق أبناء حضرموت في العيش الكريم، ونستغل هذه أيضا الوقفة اليوم لنعلن تضامننا لشهداء عدن، ونتمنى للجرحى بالشفاء العاجل، ونعلن استنكارنا التام لهذه الجريمة ودوافعها.